إذا كنت تعاني من بعض الأمراض التي تظهر على مستوى العينين كالالتهاب أو الحساسية، أو كان ضوء شاشة الحاسوب أو الهاتف يزعجك وتريد معرفة ماذا ستفعل، فما عليك إلا متابعة هذا الفيديو حتى النهاية. العينان من أهم الأعضاء الحساسة التي ينبغي العناية بهما والقيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تحافظ عليها، خاصة ما يلحقهما من أضرار جراء كثرة استقبال شاشة الحاسوب أو الهاتف طوال اليوم، وهو ما نستهين به ولا نلتفت إلى أضراره كثيرا. الدكتور بيرج يقدم مجموعة من النصائح والوصفات التي تساعد على تفادي أضرار العينين والوقاية منها، مع تقديم مقترح لتفادي أضرار الشاشات. Let's talk about the 11 things that your eyes can tell you about your nutritional status. أهلا بكم. إذا كانت هذه زيارتك الأولى للقناة، فالمرجو إذا أعجبك المحتوى الضغط على زر لايك ثم الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، وإذا كنت من متابعين الأوفياء فشكرا لك. Let's talk about the 11 things that your eyes can tell you about your nutritional status. إليكم 11 حالة تخبرنا بها العينان عن المستوى الغذائي للجسم. تعتبر العينان نافذتا الجسم نحو العالم الخارجي، وتخبرانه بالكثير إذا ما استحضرنا الأسباب المؤدية لذلك. سأتحدث أولا عن التهاب الملتحمة، وهو التهاب الطبقة الخارجية للعين، ويتفرع عنه التهاب العنبية. فحدوث الالتهاب في الجزء الخارجي من العين يحتمل أن يكون سببه فيروسيا كما في العين الوردية، ويمكن علاجه باستعمال الفضة الغروية، وذلك بوضع قطرة في كل من العينين 7 مرات كل يوم، فهي تتمتع بمفعول سحري. يمكنكم أيضا استعمال الزنك، لكن ليس عن طريق التقطير وإنما تناوله. أما الفضة الغروية فيمكن استعمالها كقطرة للعين. العينان قد تصابان بالتهاب أثناء الجلوس لمدة طويلة أمام شاشة الحاسوب، فالضوء الأزرق الذي ينبعث من الشاشة يجهد العينين كثيرا، ثم مع مرور الوقت يمكن أن يتحول لونهما إلى الأحمر. وأحد الحلول المذهلة لهذه المشكلة هو تطبيق مجاني للحاسب يسمى F.LUX، يمكنكم تحميله، فهو يعمل على فلترة الضوء الأزرق، كما أن قلة النوم يزيد من إحمرار العينين، أما عدم القدرة على النوم فتعزى إلى نقص البوتاسيوم أو الكالسيوم أو المغنيسيوم أو نقص فيتامين B1. من شأن الحساسية أيضاً أن تسبب إحمرار العينين. يعد فيتامين A علاجاً ناجعاً لذلك، كما في زيت كبد الحوت، كما يخفف فيتامين D من أعراض الحساسية أيضاً. يحتوي زيت كبد الحوت على فيتامين A وD معاً. أحد الاضطرابات المناعية التي من الممكن أن تحدث في العين هو مرتبط بأمراض المناعة الذاتية عندما ترتفع نسبة الخلايا التائية المساعدة 17. لن أتطرق إلى التفاصيل. المهم أن فيتامين دي يصلح علاجا لهذه الحالة، لذلك فإن أخذ المزيد من فيتامين دي من شأنه أن يحد من الالتهاب. يعد فيتامين دي أحد مضادات الالتهاب الطبيعية، ولذلك يتمتع بمفعول قوي ضد أمراض المناعة الذاتية وفي حالة الالتهاب التي تحدث بفعل الجهاز المناعي، كما أن حصول النزيف داخل العين على شكل تسرب في الأوعية الدموية وتحول جزء من العين إلى الأحمر يعني أنكم في حاجة إلى فيتامين سي أو المزيد من فيتامين كا. تعد الخضر أكثر الأطعمة الغنية بفيتامين سي وكا، فمخلل الملفوف مصدر غني بفيتامين سي، والخضر الورقية الداكنة غنية بفيتامين كا، ونقص أحدهما قد يتسبب في حدوث تسرب في الأوعية الدموية داخل العين. عليكم أن تعلموا أن تناول السكر يقلل من نسبة فيتامين سي، لأن تركيبة فيتامين سي شبيهة كثيرا بتركيبة السكر. إن ارتفاع سكر الدم بفعل مرض السكري أو مقدمات السكري أو تناول السكر بالتزامن مع تناول فيتامين سي، فإن الجسم يمتص السكر أولا ويمتنع عن امتصاص فيتامين سي. لهذا فإن السكر يفاقم من مشكلة نقص فيتامين سي،
كما أن حدوث النزيف داخل العين يدل على فقد النظام الغذائي بهذين الفيتامينين. أما بالنسبة للمدخنين فإن حاجتهم إلى فيتامين سي تكون أكبر بكثير، ولن يكفيهم الاقتصار على النسبة الأساسية اليومية، بل هم في حاجة إلى ضعفيها أو إلى ثلاثة أضعاف. بالنسبة للذين يعانون حساسية من الضوء في أعينهم، فقد يعزى ذلك إلى نقص في فيتامين B1 الذي يمكن الحصول عليه في الخميرة الغذائية. أحد الحالات الالتهابية التي تصيب العين أيضا التهاب القرنية، الذي يتحسن بشكل كبير عند معالجته بفيتامين B. هل لكم أن تتخيلوا أن نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يتسبب في جميع هذه الحالات الالتهابية للعين؟ يعد جفاف العين أحد الأعراض الشائعة لنقص فيتامين A. أما مصدر فيتامين E فهي الأسماك الدهنية وصفار البيض والزبدة والجبن وزيت كبد الحوت. وفي حال كنتم تتناولون هذه الأطعمة وما زلتم تعانون من جفاف العينين، فقد يعزى ذلك إلى عدم إفراز الكبد أو المرارة ما يكفي من العصارة. وإن من شأن تناول أملاح الصفراء النقية أن يحسن إلى حد كبير من امتصاص فيتامين A، وهذا ما ينعكس إيجابا على مشكلة جفاف العين. أما في حالة تضرر الكبد فيجب أولا معالجته، وقد سبق أن تحدثت كثيرا عن ذلك، سأترك الروابط في الأسفل. كما يعد العمل الليلي أيضا أحد الأعراض الاعتيادية لنقص فيتامين A. التسمم الذي يحدثه الزرنيخ يكون سببا في العمل الليلي ونقص فيتامين A. يدعم فيتامين A كل من الغدد الدهنية والغدد العرقية والزيتية الموجودة في العينين والبشرة، كما يدعم هذا الفيتامين الأنسجة المخاطية في الجيوب الأنفية وفي المحيط الداخلي للعين. وبهذا فإن حدوث أي حالة التهاب داخل العينين يستلزم لعلاجه فيتامين A. أشكركم على المشاهدة، أراكم في المرة القادمة. إذا كانت هذه زيارتك الأولى للقناة، فالمرجو إذا أعجبك المحتوى الضغط على زر لايك ثم الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وإذا كنت من متابعينا الأوفياء فشكرا لك.